مع الانديه الرياضيه انا ما بقدر اتعامل مع النموذج المباشر، بس ما ممكن اتعامل مع الانديه الرياضيه. بس احنا ما عندنا مشكله في سيناء او صاد يتصدر الموقف، ما عندنا مشكله، لكن انت اعمل لي صح رياضه واحترم كياني كرياضي وكنادي، انا معاك، دول الرجال والعمال ترك الموضوع المنح بالعمر اكثر من ربع قرن، ما في منح. قطعتين انطونا البلديه الرياضيه، كل ما نتحول 10 قطع عمال يجيبون المقتربات، يجيبون المقتربات هاي القطعه اكبر، هاي القطعه اصغر. نحن نريد ان نعرض هكذا صف المبالغ. لمن تقطع هذه؟ ولمن الاولويه مثلا لهكذا انديه؟ عقدنا اليوم في منتدى شباب رياضة الحدباء الاجتماع الخاص بلقاء مديرية شباب رياضة نينوى والفرق الشعبية والصحفيين الرياضيين وكافة الفعاليات الرياضية منها اللجنة الأولمبية والبارالمبية. حقيقة جملة من الأمور طرحت خلال هذا الاجتماع معوقات ويعني صعاب تواجه الأندية الرياضية بالعمل وأيضا تحقيق النتائج المهمة على مستوى المحافظة على مستوى العراق، وكان هناك مقترحات حقيقة جديرة بالاهتمام سوف تأخذ بنظر الاعتبار، وبدورنا حقيقة طرحنا موضوع المشاريع التي سوف تنفذ ضمن خطة الأمن الغذائي لهذا العام، وأبدى الجميع الحاضرين يعني اهتمام بهذه المشاريع وأنها مشاريع مهمة جدا سوف تخدم المحافظة وتخدم شريحة الشباب الرياضة. أيضا طرحنا المعوقات تواجه عمل الرياضة في بعض المشاريع المنفذة سابقا، وإن شاء الله سوف تكون هناك حلول يعني معالجة مستقبلا. الأخوة الرياضيين الحاضرين طرحوا كثير من الأمور تخص الرياضة، قسم منها قابل للتطبيق وان شاء الله سوف نستجيب له ضمن خطه الامن الغذائي وضمن خطه دعم الاستقرار وايضا خطه تنميه التقاليم للعام القادم ان شاء الله. وهناك حقيقه امور اخرى تتعلق بالجانب الفني والجانب القانوني التي لا نستطيع التعامل معها الان الا بعد ان تسوى قانونا ضمن التشريعات والقوانين الخاصه في يعني البرلمان العراقي وايضا مديريه الشباب الرياضه. باذن الله كل الطلبات يعني وكل النقاط التي يثيرها سوف تؤخذ بعين الاعتبار، وسوف يكون هناك لدينا اجتماعات مستمره مجتمعات مع الجانب الرياضي، وسوف يكون الاجتماع قريب ايضا مع مديريه البلديه والبلديات والتخطيط العمراني من اجل ان نناقش موضوع الاراضي الخاصه بالفعاليات المنشآت الرياضيه التي سوف نخصص لها مبالغ ان شاء الله ضمن خطه محافظه نينوى سواء لهذا العام او العام القادم ان شاء الله. تم عقد اجتماع موسع مع كافه الانديه الرياضيه والاتحادات الفرعيه ومفاصل الرياضه في محافظه نينوى، تم طرح المشاكل جميعا والاطلاع على كافه المشاريع المنجزه وقيد الانجاز ضمن خطه الامن الغذائي في محافظه نينوى. هذه المحافظة التي تحتاج الكثير وتحتاج أيضا توعية الشباب أيضا في هذا المجال من أجل خلق جيل شبابي متميز رياضي يدافع عن الوطن والمحافظة في المحافل الرياضية المختلفة. اللي شفناه من دكتور رعد اللي يمثل محافظة نينوى هو تجاوب كبير وتفهم للمشاكل الرئيسية، وكان اكو بعض العدم يعني وضوح الصورة بقوانين الأندية وإشكالياتها. اليوم جلسنا جلسة أخوة رياضية مع المسؤول، وأيضا كان بسط الفرشة كاملة وعرضها. إن شاء الله المستقبل القريب ستنطلق عملية إعمار كبيرة كما وعدنا، نأمل ذلك. وأيضا احنا نوجه رسالة إلى الرياضيين محافظة نينوى، إذا محافظة نينوى دابت على هذا العمل سنكون اليد القوية لهذا البناء والإنشاء، ولكن إذا تقاعست عن الموضوع سيكون لنا حديث آخر، ونحن أبناء هذه المدينة اللي ضحينا كثيرا من أجل هذه المدينة لنا حقوق على الحكومة المحلية وعلى الحكومة المركزية سنأخذها إن شاء الله، ونرفع اسم العراق ومدينة الموصل في المحافل الرياضية إن شاء الله. لحد الآن بعد مرور حوالي خمس سنوات عن أو أكثر على هذه المصيبة الكبرى، لا زال الوضع الرياضي وضع يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى بنى تحتية، يحتاج إلى تمويل، ولهذا كان هذا الاجتماع لمناقشة هذا الواقع. بالتأكيد نحن بحاجة إلى شيئين، بحاجة كقطاع رياضة، بحاجة إلى البنى التحتية الأساسية كالقاعات والملاعب والمنشآت الأخرى، وبحاجة إلى الدعم الرياضي أيضا الذي نتمنى أن يكون دعم حسب قانون الأندية الرياضية 18 لسنة 86، أن الأندية الرياضية لها استقلال مالي وإداري. لهذا نحن نشيد بكل المسؤولين إلى توفير هذه من السادة النواب في مجلس النواب العراقي، مجلس الوزراء، السيد المحافظ وكل المسؤولين تمليك الأراضي للأندية، خاصة أن هناك في قانون الأندية الرياضية رقم 18 سنة 86
فقرة تقول مادة تقول أنه يجوز تمليك الأراضي المملوكة للدولة إلى الأندية الرياضية بدون بدل.